السلام عليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في ذوق بنا نتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه صيامكم في الجنه تقبل الله منا ومنكم خياتي تفضلوا معايا الكوزينه راح نحضروا بريوات بالسلق والفرماج راح نضيف لهم مكون راح يخليهم يجوا بنان ما شاء الله لهنا البنات نحتاجوا للسلق ربطه نغسلوها مليح البنات نقطعوها ونغلوها خمس دقائق بعد ما طيب لنا نصفوها في المقلاة حطيت خمس مغارف كبار نتاع الزيت وضفت لهم هذيك الربطة نتاع السرق اللي كنت قطعتها نزيدو خمس سنينات نتاع الثوم غابي ونزيدو شوية تاع الملح ونزيدو شوية تاع فلفل ادريس ولا فلفل قناوي اللي راح يعطينا مذاق شباب يجي سرق تاعنا بيكون يجي بنين يجي حار لهنا البنات بعد ما قليت السرق تاعي خمس دقايق ولا نضربو البيض ونفرغوه مباشرة عليه ما نخلوش هذاك البيض يطيب بزاف البيض كنت ضفت له شويه نتاع فلفل الكحل وشويه ملح لهنا نخلطو الصرق تاعنا كيما راكم نحطوه في طبسي راح نستعمل هذه الدرسه المنزليه اللي راح نحط لكم الرابط نتاعها كنت حطيت لكم لا فيديو نتاعها في ما سبق لهنا البنات اول حاجه نجيبو ديول تاعنا راح نستعمل ديول بليزير بالبنات هذا ديول العائله بليزير بالاعشاب راح يتوالمو مع هذا السلق راح يجونا ما شاء الله راح نقطعو الديوب توعنا راح ندي ربع وريقات ولا خمسه راح نقسمهم كيما هكذا كيما راكم تشوفوا البنات بالموس على اربعه راح نديرو دي بوندولات هادو لي بوندولات راح نشكلو بهم البريوات تاعنا خياتي فوالا راح ندي الكميه اللي نحتاجها والاخرين نديرهم في بلاستيك البنات وندسوهم ان ساشي بلاستيك كيما كنتو باش ما وندسهم في الفريجيدير لهنا البنات نحط الديول ولا ورقة الديول هذيك لابوندولات نحطو فيها شوية تاع السلق وشوية تاع الدرسة وقطعة الجبن هنا استعملت في شيف البنات لهنا ولفو البريوة هذي كي هذيك كيما راكم تشوفو في لافيديو ولا هنا هذيك اللي ندخلوها كيما هكذا ولا هذا هو الشكل النهائي نتاعها راح نزيد نشوفو مرة ثانية وثالثة كيفاش نشكلوها لا نزيدو ندو شوية نتاع السرق نحطوه نزيدو له شوية نتاع الدرسة بالدرسة البنات يجي ما شاء الله هذه فكرة جديدة نتمنى أنها تنال الإعجاب تاعكم أنا نتقاسم معكم أفكاري خياتي ونتمنى أنكم تجربوهم وتقولوا لي واش رايكم فيهم هذه يا خياتي ولا نلفو البريوات البريوة كما كم يعني طريقة سهلة للغاية ونبدلو شوية البنات راح نزيد مرة ثالثة نحط كمية تاع السلق شوية تاع الدرسة الفرماج وراح نلفو البريوة كما كم تشوفو البنات سعفوهم برك البنات باش ما تخرج لكمش لافاقس البنات بنفس الطريقة راح نكمل كامل لي بوندولا تاع الديول اللي بقاولي تقدروا تستعملوا الديول عاديين ولكن بهذا الديول راح يجيكم بنان ما شاء الله هذا الجول تاع لي بيجو يجو بنان وخاصة هاديك الدرسة المنزلية البنات ولا الحميس ولا اللي تكون عندكم انا هاد الدرسة خدمتها بالفلفل الاخضر فخي البنات راح نحط لكم الرابط نتاعها بنفس الطريقة كملتهم كامل كما كنت تشوفوا خياتي ولا هنا البنات بعد ما كملتهم كامل ديروش كمية نتاع الزيت في المقلاة نسخنوها ونقصوا لها على النار ونطيبوهم على نار هادئة بعد ما يتحمروا من جهه راح نحمروهم في الجهه الثانيه البنات بعد ما يتحمروا لنا مليح البريوات هذو راح نحطو بابيا ابسورمون في طبسي وراح نلحوهم هذه يا خياتي بهذه الطريقه راح يجوا ما شاء الله يجيو بنان وتتكون فكره جديده يا خياتي نتمنى تعجبكم يعني السلق بالحميس المنزلي ولا الدرسه المنزليه, المنزلية والفرماج راح يجي ما شاء الله نقدموه مع قطعه ليمون يعني بمقادير قليلة وبسيطة نفرح أفراد العائلة ونزينوا المائدة الرمضانية ولا البنات لا فيديو راه قريب تخلص ما بقى لي في الخير وعلى خير مع وصفات اخرى ان شاء الله الى ذلكم الحين مع السلامه